رجب محمد خلف اللي هو والدي، وأخوه سلام محمد خلف، أخوين تربوا أيتام، دخلوا التنين مدرسة الأيتام تقريبا في حدود 1926. في هذه الفترة كانت بداية تعليم مهنة الخيزران في مدرسة الأيتام الإسلامية. انتقلوا من القدس في 1931 إلى يافا، بدأوا العمل في يافا في مجال صناعة الخيزران، وبقوا في نفس العمل في هذه المهنة إلى سنة 1948، حيث كانت النكبة والهجرة من يافا إلى غزة. فتحوا محل صغير جدا في سوق الخضار في غزة، واستمروا يشتغلوا الأخوين مع بعض من هذه الفترة إلى تقريبا حوالي سنة أو سنتين. السعودية بدأت تفتح للعمل، ترك الوالد غزة وفتح محل في السعودية. الوالد استمر في العمل في السعودية لمدة 7 سنوات، رجع تاني على غزة واستمر في العمل في هذا المحل إلى توفاه الله، بقي في المحل. كان والدي دائما وابدا حابب انه احنا نتعلم هذه الصناعه، فكان يعني دائما كل سنه قبل انتهاء الامتحانات بيوم يسالني امتى الامتحانات بتخلص، اقول له بكره، يقول لي بكره بتجيب الغداء وبتنزل على المحل. الى ان وصلت الى التوجيهي، فكان هو في له رغبه انه انا استمر معه، انا كان لي رغبه اني انا لازم أروح أتعلم. تعلمت أنا الحمد لله، دخلت الجامعة وتخرجت وحصلت على شهادة الماجستير، إلى أن إحنا وصلنا إلى مرحلة الأولاد فيما بعد إجوا من وراي، وكان السياسة اللي أتبعها والدي معي أنا اتبعت السياسة نفسها مع أولادي. حببتهم في الصنعة، حببتهم في العمل، حببتهم إنهم يكونوا بجانبي في العمل. بداية الانتفاضة الأولى في 87 لما كان بدأ العمل في هذا المكان، بديت إني يعني أنزل عند العمال أطلع إيش بيشتغلوا، كيف طبيعة العمل، كيف الشغل. فبدأ عندي الحب للاستطلاع لهذه الصناعة. بدأت طبعا كل فترة إجازة كنت أستغلها فترة 3 شهور، طبعا مش زي طالب ممكن أروح هان ولا هان، خلص أستغلها في مكان العمل تبعي وأتعلم فيها. ومن فضل الله طبعا الوالد كان يمكن السبب الرئيسي، كان يشجعنا، كان يعطينا نظام يعني احنا بنسميها في صناعتنا مقاولات، يعني خذ هذه المقاوله وانا بعطيك عليها مبلغ معين، نظام تحفيز او تشجيعي انك تتعلم فيها هذه. وبدات يعني تخش هذه الصناعه في 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 داخلي انا من هذه الفتره. خلص انا شعرت انه هذه الصناعه بدات تتغلغل في داخلي وبدات اني احبها. جد الحاج رجب طبعا توفى وكان عمره 112 سنة. يمكن بدأ يترك العمل ومراقبة العمل لما كان عمره ما يقارب 100 إلى 110 سنوات، شبه يومي دائم ينزل يراقب العمل. الصفة هذه أخذها منه الوالد. الوالد يعني بديش أقول لك إنه يمكن أنشط مني أنا، دائما بحس إنه أو هو فعلا دائما هو بيكون قبل في دخل العمل موجود. أنا من مواليد 1948،
لغاية اليوم، وأنا كل همي إنه الصنعة هذه تبقى، كل همي إنه أطور هذه الصنعة. أنا بأفتح عيني كل يوم الصبح عشان أنزل على المصنع أتابع مع الشباب والعمال اللي بتشتغل معنا، قدر الإمكان نطور في العمل بقدر ما إمكاننا، لأنه إحنا هذه هي حياتنا، هذه هي الشيء اللي إحنا تورثناه وبدنا يبقى إلى أولادنا وأولاد أولادنا. كراسي الخيزران كانت في البداية هو عبارة عن كرسي وكنبة، يعني عبارة الطقم عبارة عن 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 6 كراسي وكنباية لشخصين وطاولة وسكملتين، هذا اللي كانوا بدأوا فيه وأنا ما وعيت عليه اللي هو هذا النوع من الخيزران، عبارة عن شيء بسيط كان يقتنى من كل طبقات الشعب الموجودة. كانت الناس تحب تحط الخيزران في بيتها لأنه معمر. الموديل الأساسي اللي هو بدأت فيه، يعني بدأ فيه جدي في شغل الخيزران، الكرسي البلدي احنا اللي بنسميه. طبعا الأمور بدأت تتطور معه لحد ما أنتج طبعا شغلات مكملات لهذا الطعم البلدي اللي احنا بنسميه، وكان شيء بسيط عبارة عن كنبة مجوز و4 أو 6 كراسي معه. وبالغالب بالغالب كانت هذه الكنبة، يمكن بدي أحكي لك، إنها كانت تلف على الحي كليته يصمد فيه عليها العرسان. هات 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 هات. الحقيقة تعلمت شغلات كثيرة من والدي، تعلمت شغلات كثيرة من السوق، تعلمت شغلات كثيرة من التطور اللي كان موجود في صنعتنا، طورت شغلات كثيرة في الصناعة. بعد ما خلصت تخرجت وبدأت فعلا أخش في هذا الصنعة، بديت أبحث عن كل شيء ما يتعلق فيها سواء موجود عندنا أو بالخارج، الموديلات، طريقة العمل، الآلات، الشغلات اللي مثل هذه. طبعاً إحنا بكل الأحوال آلات الخزران بسيطة من يوم ما بدأت لحتى هذا الآن، وقلت لك يمكن تعتمد اعتماد كبير على الأيدي العاملة. كأنه أنا لما كنت أسافر على سنغافورة والفلبين وماليزيا وأندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا، تعلمت منهم صناعة الخيزران بطريقة حديثة، بحيث أنه أنت صرت تشوف خيزران، كل أثاث البيت عبارة عن خيزران. يعني الموديلات اللي كانت موجودة اللي جابها الوالد في الفترة ما استلم فيها بعد جدي، ما كانتش سهلة وما كانتش بسيطة، قدر كويس وممتاز. بعدك أنا بديت أنا أضيف، يعني كان قدر مثلا تحكي مثلا 10 موديلات 15 موديل، انا لا بدي اوصلهم ل 20 و25 موديل. الخيزران الحقيقة انواعه كثيرة جدا، في عندنا خيزران قش، في عندنا خيزران أمويل، عندنا يعني في تقريبا في حدود 10 أو 15 صنف من الخيزران، وكل صنف يتفرع منه كمان 4 أو 5 أصناف أو 10 أصناف كل صنف من الموجود. طبعا الخيزران أنواع كتير، بس إحنا خلينا نحكي على الأساسية اللي بيظهر في المظهر الخارجي تبع أي قطعة إحنا نشتغلها من الخيزران. بيجي خيزران نوعين، خيزران عادي طبيعي اللي هو فيه عليه العقد، وفي خيزران بيجي لونه على أبيض مقشور
هذا العود الخزران أبو العاد هو خزران طبيعي كما خلق في بلاده في غاباته إحنا اشتغلنا ما فيش شيء ناقص فيه. هذا العود الأبيض القشرة اللي موجودة عليه يعني شغلة انشلت من إشي، أنت شلت القشرة تبعت العود فبتضعف. هذه الشغلة. الشغلة الثانية العود الخزران العادي مع العوامل البيئية الخارجية هواء شمس مطر اللي بدك إياه ارميه وين ما بدك سبحان الله بضل شكله كما هو. الخزران الأبيض المقشور حطه في غرفة مسكرة وسكر لا شمس ولا هواء ولا حاجة تشوفه بتلاقيه بعد فترة بتغير. بالإضافة إلى شغلة معينة اللي هي أنا مهمة جدا في شغل الخزران وفي الأطقمة بالذات، الشغل اللي بنشغل من الخزران العادي كل ما كبر عمره كل ما زاد جمال. أنا كصناعي اللي بيعتمد في الأساس في الشغل هذا الإيد والنظر. اليوم عينك اللي بتحكي مش الميزان ولا المتر ولا الشغلات هذه، أنا ممكن من عيني أني أعرف أن هذا القطعة قاعدة صح ولا مش قاعدة صح. اليوم هذا العود لما بيجي بقى أطوعه على النار رح نسميه تطويع أو تشكيل أو تعديل، بطلعه بالشكل المستقيم اللي أنا فعلا في داخلي أشعر أنه هذا العود أصبح الآن مستقيم تمام. وممكن أن أنا يعني أشكله وأجهزه بالشكل اللي أنا بدي إياه ويكون في داخلي أنه في هذا لسه بده عليه تعديلات، وممكن أي حد يجي يطلع لي يقول هذا ممتاز ما فيش، لكن أنا من خبرتي ونظرتي لهذه الشغلة أنا بعرف أن هذا لسه بده تكملة شغل. الخزران أو عود الخزران بشكل عام أو فترات تعلمه فيه بالأساس كل فترة عن فترة بتعلم فيه شغلات كتير، فصرت أطلع في عود الخزران اللي قبالي فعلا أشعره كإنسان بدك تتحدث معه بدك تروي له رواية من ملمسك للعود هذا زي نظرتك للإنسان. اليوم تطلع في هذا العود ملمسه طري أعرف إنه هذا الإنسان لين ووشه بشوش وراح تعرف تتعامل معه، بتحس هذا العود صمت صعب بدك تتعامل معه بالهداوة عشان ما ينكسرش في ايدك وما تخسروش، لأن إذا انكسر يعني أنت خسرت، فبتعلمك الصبر. وفيش حاجة بتصمم عليها في حياتك إلا لازم توصلها، وفيش حاجة اسمها صعب في الحياة. التسعة فاضي تحت؟ هذا الثاني علمنا هذا الثاني. هذا الثاني هيك علمنا. هيك هذا الثاني علمنا هذا الثاني. بالنسبة للخزران أو حرفة الخزران بشكل عام بالنسبة لي تعتبر شغف كبير بالنسبة لي. بالنسبة إلي فن، بالنسبة إلي ذوق، بالنسبة إلي صبر، بالنسبة إلي عشق لهذه الصناعة.